اهلا بكم. حكايه ميغان ميركل وابن العائله الملكيه الامير هاري اللي من اول يوم ظهروا على الساحه بدات الاخبار والعيون ترصدهم، وكمان بقوا محور حديث الكل في العالم كله مش بس في المملكه المتحده. كلام كتير عن حبه ليها، وصل لطريقته في بصيته ليها وفي تعاملاته معاها في مواقف كتير. ولكن من سنة فاتت بدأ هاري وميغان ياخدوا طريق مختلف عن الأسرة الملكية، وده بعد ما أعلنوا انفصالهم رسميا عن العائلة الملكية وأعلنوا انتقالهم لكاليفورنيا بعد ما تخلوا رسميا عن مهامهم كأعضاء عاملين في العائلة الملكية. أكدوا كمان على عدم التراجع في قرارهم، وأعلنوا كمان أن مولدهم الثاني المنتظر في الصيف اللي جاي هيكون بنت. خليني أقول لكم أن هاري وميغان ظهروا في حوار تلفزيوني مع المذيعة العالمية أوبرا وينفري، والحقيقة قالوا تصريحات مهمة جدا جدا. تعتبر التصريحات دي تصريحات كاشفة لكل الفترة الأخيرة واللي خلتهم ياخدوا قرار انفصالهم عن العائلة الملكية. حوار لمدة ساعتين بدأت فيه ميغان تتكلم عن معاناتها مع العائلة الملكية طول الفترة الأخيرة. قالت حرفيا انها كانت بتعاني مع العائله الملكيه وبتواجه كمان صعوبات كتير، لدرجه انها وصلت في احيان كتير انها تفقد الرغبه في الاستمرار على قيد الحياه، وانها ما كانتش بتلاقي المساعده المطلوبه لما كانت بتحتاج اي حاجه في القصر الملكي. خليني اقول لكم ان كمان الامير هاري حكى لأوبرا وينفري خلال اللقاء وقال ان والده الامير تشارلز رفض يستقبل منه اي مكالمات هاتفيه من اللحظه اللي قرر فيها هاري التخلي عن مهامه الملكية. حوار مهم جدا طبعا، وكان باين فيه كلمات وموضوعات كتير بينهم زي الحديث عن العنصرية، الصحة النفسية، طبيعة الحياة، الكواليس المختفية عن عيون الناس في القصر الملكي. ميغان قالت كمان انها كانت حاسة بالوحدة في تعامل افراد العائلة الملكية معها، لدرجة انها كانت في فترة من الفترات مش قادرة تخرج من البيت لشهور طويلة، ووصفت الفترة دي انها اكتر فترة حاسة بيها في الوحدة في عمرها كله. الحوار كمان كان فيه سؤال خطير جدا من أوبرا وينفري لميغان ميركل. خليني اقول لكم انها سألتها لو كانت فكرت في الانتحار خلال الفترة الاخيرة، وجاوبت ميغان وقالت انها ايوه فكرت اكتر من مره في الانتحار بسبب المعامله اللي فيها عنصريه في القصر الملكي. كمان اتكلمت ميغان عن شعورها بالاضطراب وبمطارده الكاميرات ليها في فتره حملها وفي وجودها في اي حفله رسميه. عايزه اقول لكم ان بررت ميغان موضوع ان زوجها كان دايما بيكون ماسك ايديها وبقوه، كنا بنشوف ده دايما في الصور بشكل عام، كان بيمسك ايديها وبقوة في المناسبات لانه دايما كان بيحاول يطمنها ويحسسها بالامان، علشان كان عارف مدى الشعور بالوحدة والخوف اللي هي كانت واصله له. خليني اقول لكم ان كمان ذكريات وتفاصيل مهمة جدا حكيتها ميغان عن مولودها أرتشي، وقالت انه هي في شهور حملها كانت بتشوف بنفسها وبتسمع كلام كتير عن وجود مخاوف في القصر الملكي ان الطفل يتولد اسمر البشرة، ولكن رفضت ميغان وبشدة الإفصاح عن الأشخاص اللي علقوا على الأمر بخصوص مخاوفهم. أما لو رحنا للأمير هاري هنلاقيه أنه بدأ يحكي خلال اللقاء عن عدم إنصاف قريبه لميغان وعدم الوقوف في صفها لما اتعرضت للتنمر والعنصرية من وسائل الإعلام، وقال حرفيا محدش نطق من عيلتي، محدش تدخل على مدار 3 سنين، وده كان شعور مؤلم جدا. ده كان الجزء الأول من الحوار. أما بقى في الجزء الثاني منه فبدأ الأمير هاري يتكلم عن علاقته بأفراد العائلة الملكية، وقال إن علاقته بجدته الملكة كانت جيدة تماما وإنهم بيتكلموا من وقت للتاني، لكن علاقته بوالده اتقطعت تماما وده خلاه يحس بالخذلان، ولكن بالرغم من الطريقة دي في التعامل إلا إنه لسه بيحبه حتى لو سبب له أذى نفسي بهذا الشكل. خليني أقول لكم إن كمان وصف الأمير هاري والده وأخوه بالمحاصرين داخل نظام العائلة الملكية وإنهم ما بيفكروش يتنازلوا أو يخرجوا من هذا الإطار. كمان قال إن طباعه مختلفة تماما عن طباع أخوه الأمير ويليام. خليني أقول لحضراتكم إن تفاصيل تانية كتير كشفها الأمير هاري عن العائلة الملكية، وقال إن الدعم المالي اتقطع عنه تماما من بداية السنة اللي فاتت بعد إعلانه وزوجته عن نيتهم للتخلي عن مهامهم كأعضاء
عاملين في العائلة الملكية. وقال كمان في الحوار إن الصفقات اللي أبرموها مع نتفليكس وسبوتيفاي ما كانش مخطط ليها، ولكن تم اللجوء ليها عشان يقدروا يسددوا نفقات التأمين. طبعاً تصريحات خطيرة جداً جداً، وأكيد جاوبت على أسئلة كتير دارت في أذهان الجميع على مدار سنة كاملة من ساعة انفصال ميغان وهاري عن العائلة الملكية. خليني أقول لحضراتكم إن دي كانت تغطيتنا الخاصة عن ميغان والأمير هاري. بكده تكون انتهت تغطيتنا، شكراً لطيب المتابعة، واستنونا في كل جديد فقط من تلفزيون اليوم السابع. شكراً لكم وإلى اللقاء.